بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب الدفعة العاشرة. هنتكلم النهاردة عن اختبار القوام، وإيه اللي بيطلب في اختبار القوام، وإيه اللي مطلوب منك في اليوم ده تاخده معاك وإنت رايح إن شاء الله. والناس بدأت طبعا تظهر لها رسائل الاختبار الأولاني اللي هو اختبار القدرات، ويعني المعظم طبعا حوالي 99% او 99.9 كمان كل الناس كلها نجحت، او كل الناس هتنجح في القدرات، لان القدرات ده اختبار سهل جدا، يعني مش مستاهل، وكانت الناس خايفة منه، لكن هو مش مستاهل بجد يعني، وكل الناس بتنجح وبتعدي منه لانه بيقيس مدى قدرتك على القراءة والكتابة. عندي بس اجابة كده لسؤال لو حد في الدفعة التاسعة باستفساره بتوع الهيئة، فالهيئة بدأت تنزل الناس اذا كان بنين او بنات، فما تقلقش، في ناس كتير جدا بتقول انا ما نزليش، ما تقلقش هينزل لك كده كده. هو طالما حضرتك تم حضورك فيه او جالك حضور في الطب المتقدم، فان شاء الله كده كده الهيئة ما تقلقش هتجيلك، فما عليك الا كل يوم العصر كده تتابع الموقع باستمرار يوميا. نتكلم بقى عن اختبار القوام. الناس اللي هتجيلها اختبار القوام ان شاء الله تتابع دايما كده القناة، لان الناس ما يعني في ناس مشتركة في القناة بس للأسف مش عارف معايا حد من الدفعة العاشرة، يا ريت لو معايا حد من الدفعة العاشرة يسيب لي كده تم كده في تعليق كده يقول لي تم انا من الدفعة العاشرة عشان اعرف، لان انا كده بالتالي معيش حد، الفيديو بنشره ما بيجيبش 10 15 مشاهدة، فمش عارف اكمل معاكم ولا لا للاختبارات. فلو في حد من الدفعة العاشرة يا ريت يقول لي تم، ولو ما فيش حد مفعل الجرس الاشعارات يا ريت تفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد مننا ان شاء الله. اختبار القوام ده في ناس كده جالها تلاقي كده طول تحت عندك، هو حضرتك المتعارف عليه في الدفعات السابقة كلها كان بيجي القوام ده بيجي عبارة عن طول ووزن، جالك طول بس، هتروح ان شاء الله اللي هيحصل معاك هيبقى طول ووزن في اليوم ده، لان مش معقولة هيوديك يوم طول ويرجع يوديك يوم تاني اللي هو الوزن، يعني هو القوام اللي هو بمعنى اصح اللي هو الوزن. فانت هتروح اللي هو الاختبار هو بتاعك دوت الطول او الوزن في يوم واحد ان شاء الله، احنا عارفين هتقول لي الطول هيجي ازاي وهلبس ايه اليوم ده، حضرتك عادي ما بتقلعش هدومك، محدش بيقلع هدومك، انت بتقف حضرتك على جهاز كده بيقيس طولك، وبعد كده ميزان بايه بتتوزن، فانت حاول لما تيجي تقيس الطول تقف انتباه ثابت كده وشك لقدامك كده رافع دماغك كده اهوت، ما يعني ايديك في جنبك كده، ما تحاولش انك انت تبص لتحت ولا حاجه كده عشان ده بيقلل في الايه في المقاس، وما تقلعش. بالنسبة للطول والوزن عشان تبقى عارف، انت مثلا طولك 175 تنقص منهم 100، 175 طول تنقص منهم 100، يبقى فاضل قد ايه من 175؟ 75، يبقى 75 وزن، ووزن 75 ده المفروض المثالي. طب لو هما انت طولك 175 لكن مش 75 بقى الوزن، 85 الوزن، مفيش مشكلة، 10 فوق مفيش مشكلة. طب طولك 175 ووزنك المفروض يبقى 75، 5 وطلع 65 برضو 10 تحت مفيش مشكلة هتعدي. طيب في ناس هتسألني برضو عشان كده وانا فاكر هتاخد ايه معاك وغيره هقولها لك برضو، بس برضو في ناس هتقول لي انا عندي اليوم ده امتحانات في الدبلوم او عندي امتحانات في الكلية في اليوم ده اعمل ايه؟ حضرتك روح امتحانك بتاع الكلية واللي هيحصل كالتالي بعد كده، هتتابع الموقع فهتبص تلاقي اليوم ده اللي هو بتاع القوام اللي انت مرحتوش مكتوب قدامك غياب، ايه المطلوب منك بقى؟ بتروح المعهد وبتعمل طلب على البوابه كده وبتدفع 100 جنيه تقريبا وبتعمل اعاده وانت واقف كده، فما تقلقش روح امتحاناتك عادي بتاعت الكليه وارجع اعمل، لما انتظر بقى لما النتيجه تبان هتلاقي قدام منك غياب، تروح تعمل طلب في لازم طلب كتابي في المعهد نفسه وتدفع 100 جنيه وتعمل ايه؟ ده كل الاختبارات يعني. طب هتاخد ايه وانت رايح؟ هتاخد معاك كالعاده زي ما قلنا في اي اختبار تاخدهم احتياطي، خدوهم منك ما خدهمش منك مفيش مشكله. هتاخد صور معاك، صور قديمه مفيش مشكله، مش لازم تكون صور حديثه. 4 في 6، هتصور البطاقه 3 صور على ورقه كامله. ورقه كامله تصور البطاقه زي ما بنصورها عادي وش وظهر، لكن الورقه تبقى كامله، يبقى 3 صور كده على 3 ورقات كاملين كده وش وظهر كده، ده بالنسبه للبطاقه الشخصيه، وتاخد بطاقتك ضروري، غير بطاقتك مش هتخش. عكس البطاقة مش هتخش، والأهم من ده كله هتصور الباركود بتاعك بتاع الاختبار الجديد دوت بالميعاد بتاعك إن شاء الله، 3 صور برضه تاخدهم معاك، يبقى أنت وتصور الكلام ده ما تنساش في بيتك أو في مكان جنب منك، لأن هناك الصور جوه المعهد غالية ب5 جنيه تقريبا استغلال، وبره المعهد برضه ب2 جنيه 3 جنيه بيبقى استغلال، فيا ريتك تصور الكلام ده معاك، دايما قلت الصور دايما في جيبك في محفظتك، بطاقتك الشخصية ما تنساهاش، مصاريفك الشخصية،
ما بتطلبش في الكلام ده في مصاريف، ما فيش فلوس او رسوم في الاختبار ده، انت بس معاك مصاريفك الشخصية فقط لا غير. اتمنى لكم التوفيق، اتمنى يكون لو عندك استفسار سيبهولي تحت كده، وربنا يوفق الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.